نرى بأنه فرع الناصرية تأتي بالمرتبة الثانية بعد بغداد، وهذا طبعا هذا مهم جدا من خلال يعني كم المشاركة ونوع المشاركة وأيضا الجوائز اللي يحصدها. فلذلك يهمنا أن يوم نحضر في يعني حضورنا لانتخابات فرع الناصرية، ونحن بالحق نشجع أن يكون هناك للشباب دور في إدارة الجمعية، مثل ما الرعيل الأول أن يكون له دور في رعاية الجمعية، في أن يكون هناك هذا. نلاحظ اليوم يعني شباب موجودين ضمن يعني المرشحين لانتخابات الهيئة الإدارية. فاليوم جرت الحقيقة بكل سلاسة، وحضور مثل ما أشرت من حضور جيد، ونتمنى إن شاء الله للدورة القادمة أن يكون هناك كثير من النشاطات. تسعى الجمعية العراقية لتصوير فرع ذي قار إلى رفد الثقافة البصرية لمصوريها وهواة التصوير في المحافظة. بالتأكيد أن الجمعية تسعى إلى إقامة ورش ودورات فعلية في مقر الجمعية لتطوير هذه الثقافة، بالإضافة إلى إقامة المعارض والمسابقات سواء على مستوى المحافظة أو المشاركة في المعارض الدولية داخل العراق وخارجه. الحمد لله هاي الجمعية جمعيتنا الأم اللي قدرت يعني تجمع جميع المصورين، اكو مصورين هم المصورين الرواد ومصورين شباب، لكن هناك اكو يعني شريحه هي شريحه المصورين الفنانين اللي قدروا ياخذون على جوائز دوليه، قدروا ياخذون على يعني شهادات على مستوى من خلال مشاركاتهم المحليه والدوليه، هذول لهم يعني اهتمام اكثر من خلال يعني مشاركاتهم الدوليه. فاحنا اليوم كاعضاء هيئه عامه في الجمعيه العراقيه للتصوير راح نحضر هذا يعني الانتخابات للدوره الجديده ان شاء الله، واكيد راح نختار الاشخاص الكفؤين اللي قدروا يقدمون يعني خدمه معنويه وحتى يعني الخدمه الماديه اللي هي شملوا يعني بعض المصورين بالمنحه اسوه بنقابه الصحفيين. اليوم تشرفنا بحضورنا لانعقاد المؤتمر الثامن للانتخابات للجمعيه العراقيه فرع ذي قار للتصوير. طبعا العمليه كانت بمنتهى الشفافيه والانسيابيه، والكل يشعر باحساس انه عرس انتخابي جميل جدا حضور وفد الجمعية من بغداد وحضور المصورين المبدعين من كافة الفئات الشبابية ومشايخ الجمعية للتصوير والفن الفوتوغرافي. حقيقة سعيدة بوجود اليوم للإدلاء بصوتي بكل شفافية وبكل انسيابية. طبعا هواي اختلف، أول مرة التطور التكنولوجي اللي حصل بالعالم كله، يعني قبل كانت الكاميرا معتمدين المصورين على الكاميرا وعلى المواد الكيميائية، هسه لا كل الديجيتال الحاسوب، فكلش فرق يعني. يعني بالنسبة لنا احنا أدواتنا القديمة هملناها لبيناها، يعني عصر جديد وتطور كلش شاسع يعني بين الماضي والحاضر، من خلال الدورات، من خلال التوعية، من خلال الاطلاع على البرامج اللي بالفيسبوك، هواي اكو اختلاف يعني. بس يبقى التصوير القديم هو أحب إنه، لان بمتعه التعب والجماليه خاصه الاسود والابيض. بسام شعر.